اليوم عملت أطيب خبز بالفطور محشي زعتر وموزاريلا. تعال أحكي لكم كيف. الخطوة الأولى للعجينة، جبت ربع كوب طحين، نصف كوب حليب، نصف كوب مي، وعلى نار هادية قلبتهم لحتى جمد معهم القوام زي ما أنتم شايفين وتركته يبرد. ننزلهم بجاط للعجن وننزل فوقهم أربع كوب طحين، معلقة صغيرة خميرة، معلقتين سكر، معلقة ملح، ونصف كوب حليب، وبيضتين ونعجنهم لحتى تتماسك معنا العجينة. بنضيف معلقتين زبدة بدرجة حرارة الغرفة ونعجنهم كثير منيح لحتى الزبدة تختفي ما تماسكت العجينة ونتركها ترتاح لمدة ساعة. بعد ما تأكدنا إنه العجينة طرية، بنفردها ونقطعها قطع متساوية وبنكورها بالطريقة اللي قدامكم. تعالوا شوفوا المنظر. بنغطيها ونتركها تتخمر لمدة 10 دقائق. بس تخمرت معنا هون ببلش الفن. تعالوا شوفوا الطريقة اللي راح نشكل فيها الخبز تاعنا. هو على انفراد بنفردها وشكل بيضوي بنشكلها، وخطوط طولية بنقطعها، وبالحشوة اللي بتحبها بتحشيها، وبنبلش نلفها بحب وحنية، وبصينية مدهونة زبدة بنصفطها ومنغلفها كثير منيح ومنتركها ترتاح لمدة نص ساعة. بعد ما ترتاح نص ساعة بنجيب حليب ونبلش ندهنهم وبناخذهم كبير على الفرن لمدة نص ساعة. طبعا ما بدي احكي لكم عن الريحة، وعشان اللمعة زبدة وعسل وبندهنهم، وللزينة قزحة او سمسم. وهسه بنقدر نحكي بسم الله وبناكل. ما تنسوا كاسة الشاي.